يلا جهز لفطور. عاود يلا. شوف حبيبي، هي اليقطينة اللي جابتها أمك. رح دوقها لشوف إذا صح الحكاية. خير إن شاء الله. مين جاية من الصبح؟ يلا رح شوف مين. فرحات، تعال حاكي الشرطة. قال بدهن ياك، عم يقولوا بدهن ياك بالمخفر. مرحبا. أهلين. خير حضرة الضابط، ليش طلبتني في شي؟ يعني شو بدي أقول لك، في فوضى صايرة. شرح لي. صاير في خربطة لسه غريبة شوي. المرأة اللي أخذت جلستها حضرتك هي مانا أمك يا أستاذ فرحات. شلون؟ ما فهمت. هلأ بشرح لك. ما بعرف، بس انت متأكد انه الجثة اللي شفتها بالمشرح هي جثة امك؟ شفت وشها منيح؟ انت شو عم تحكي؟ يلي بدي اقوله، هي اللي شفتها انت كان وشها متشوه، وانت يمكن تلبكت. كيف ما بعرف امي؟ تعرفها بس يمكن خربطت. فهمني لوين حابب توصل. تعال معي شوي استاذ فرحات، الاستاذ هون عم يقول انه المرأة اللي شفتها بتكون والدته، ومتأكد ودفنت جثتها بالغلط. كيف؟ بدي اياك تاكد لي 100% انه هي المره هي امك انت، مو امه للسيد حليم. هي الشغله مو لعبه. سيد فرحات، متاكد انها امي، وحابب اني ادفنها عندي. هي امي، وهي الوثائق بتثبت حكي. انت مخربط. شو عم تمزح معي؟ كيف انا رح خربط بامي؟ اللي دفنتها كانت امي. السيد حليم حقه يتاكد. يعني بدنا نفتح القبر. هذا غلط حضرة الضابط، عم ننكش القبر على الفاضي. هي جثتها لأمي، حرام نزعج روحها الطاهرة هلأ. قله يوقف. لازم نتأكد أستاذ فرحات، هو الأخ مع أمر من المحكمة. نفتح القبر بس ليشوفها. سامحيني يا أمي، سامحيني. حتى بعد موتك مالي مريحك، رح أقلق راحتك يا أمي. آسف أمي. آسف يا أمي. رفعوها يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفها يا سيد حليم. أمي حبيبتي. هي أمي حضرة الضابط. متأكد يا حليم؟ مالي غبي لحتى ما ميزوش أمي. والله أمي. كيف يا سيدي؟ أكيد في غلط بالقصة. هي أمي. لا، أمي في عندها شامة على رقبتها. ليك يا فرحات، رجع اطلع لو سمحت.
لا يا ربي، شو هالغلطة هاي؟ هاي مانا أمي. الله يرحمها سيد حليم. تعيش سيدي. معلش بتصير هالشغلات سيد فرحات، وهن بيشبهوا بعض كتير، ووشه متأثر بالحادث، لهيك أنا ما بلومك. وانت كنت متوتر وما قدرت تشوف وشه منيح. ما بيصير هيك، كيف خربطت بأمي؟ اسمح لنا نبلش بالإجراءات، ورح نسلمه كل السجلات. هو حابب يعمل جنازة تانية لأمه، لازم تفرح. صح، ايه أمي ما ماتت، هي لساتها عايشة، لساتها عايشة، عايشة. حبيبتي يا أمي، كيف خربطت فيها؟ شو إني ابن عاق؟ الحمد لله هي عايشة، أمي ما أنا ميتة، ألف الحمد لله، ألف الحمد لله. أمي ما ماتت. لا تاكل هم، رح نلاقيها. خبرنا كل الدوريات عن شكلها، هن عم يدوروا عليها، اذا باسطنبول بتلتقى. ما تخاف. ضليت اسبوع ادور بالشوارع. استهدي بالرحمن يا استاذ، ان شاء الله بتلتقى يا سيدي. والله ما رح سامح حالي اذا صار لها شيء. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.